نشأ وترعرع في بيئة ريفية على امتداد وادي حنيفة ببلدة العينة التابعة لمحافظة الدرعية، هذا الامتداد التاريخي العريق في المملكة العربية السعودية. هو عمر بن سعد المقرن، مدير عام شركة أماك العقارية ومدير عام مكتب عمر سعد المقرن للاستشارات الهندسية المعمارية. تخرج من جامعة الملك سعود في العمارة والتخطيط، هو رائد من رواد الهندسة المعمارية في المملكة وشاهد على حاضر ومستقبل القطاع السكني في السعودية، ويعتبر أن تصميم المسكن في ظل ثورة التقنية يجب أن يتناسب ونمط الحياة ويتوافق مع متغيراتها كتغير أوقات الدوام واختلاف ثقافة التجمع واللقاءات بين الأفراد والمجموعات ومراعاة نمط التفكير عند الأسر والنظرة للحياة وما أثرت ثقافة السفر في مفاهيم استغلال الفراغات المعمارية. عمر المقرن يعتقد أن المسؤولية كبيرة على عاتق المعماري الذي لابد عليه البحث والاطلاع والمراجعة والاستشارة، فهي السبيل لبقائه متميزا في سوق العمل. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج للرواد فقط، وضيفي من المملكة العربية السعودية المهندس عمر بن سعد المقرن مدير عام شركة أماك العقارية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذة ماريا، واشكرك اليوم على الاستضافة، إن شاء الله نكون ضيف خفيف على المشاهدين. أهلا بك دائما. تخرجت من جامعة الملك سعود في العمارة والتخطيط، من شجعكم على الخوض في هذا الاختصاص ولماذا؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الفضل لله أولاً وأخيراً، وبعد ذلك لأخي الأكبر الدكتور خالد بن مقرن آل سعود اللي حفزني للدخول في هالمجال لنظرته ما شاء الله يعني الثاقبة والمستقبلية. محافظة الدرعية تحولت إلى منطقة سياحية ترفيهية ولكم وجود هناك، ماذا تعني تلك المنطقة تاريخياً وعلاقتك في هذه المنطقة؟ لا شك منطقة الدرعية التاريخية هي منطقة رابطة ما بين شرق الجزيرة العربية وغربها منطقة الحجاز. طبعاً الدرعية تقع على ضفاف وادي حنيفة، وفي مقومات الحياة، الزراعة، المياه، وغفرة المياه، هذه المقومات أدت إلى نشوء بلدة الدرعية أو مدينة الدرعية. هذا الامتداد والعمق التاريخي لهذه المدينة اللي أسسها الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، رأت الدولة أن لابد من تطوير وتنمية المناطق المحيطة فيها، خصوصا أن الدرعية تعتبر جزء لا يتجزأ من مدينة الرياض العاصمة. هذا التكامل مع مدينة الرياض أدى إلى تطوير هذه المنطقة واستقطاب بإذن الله شركات واستثمارات كبيرة حول الله. حضرتم احتفالية أو مشروع اسمه مشروع حي الطريف الذي يحيي قيام الدولة منذ تأسيسها وحتى الوقت الحالي، حدثنا أكثر ماذا شاهدتم هناك؟ لا شك طبعا بالمناسبة حي الطريف سجل في قائمة التراث العمراني العالمي في عام 1431 هجري تقريبا قبل 12 سنة. حي الطريف التاريخي شاهد على حضارة وعلى تاريخ كبير للدولة السعودية، يضم العديد من القصور والمباني الأثرية والتاريخية، واللي تحولت مع هذا المشروع إلى متاحف وعناصر تحكي قصص التاريخ والملاحم البطولية للدولة السعودية منذ تأسيسها عام 1172 هجري على يد الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه. هذا العمق التاريخي وهذه المباني الأثرية يراد منها أنها تكون مزار سياحي يتكامل مع مشاريع التنمية التي راح تكون بإذن الله محيطة بالدرعية. تضم هذه المباني على سبيل المثال طبعاً للحصر متحف الخيل العربية، متحف الحياة الاجتماعية، المتحف الحربي، يضم كذلك متحف قصر دار سلوى. هذا القصر الذي انشئ عام او انشئ في نهايه القرن الثاني عشر هجري، كانت تدار شؤون الدوله من خلال هذا القصر، ولذلك حول هذا القصر تحديدا الى بانوراما يحكي تاريخ المملكه العربيه السعوديه منذ تاسيسها، بانوراما مرئيه على اسوار هذا القصر العريق. حلو كتير. طيب أستاذي الكريم، كنت بدي أسألك شغل، الدرعية هي المكان اللي بده يصير فيها الفورمولا 1 أو صار فيها أو هناك؟ نعم. لماذا تم اختيار تلك المنطقة؟ هل هي لأنه فيها مساحات شاسعة أو شو السبب؟ اختيارها نتيجة جغرافيتها الجميلة، هي عبارة عن جبل ووادي ومزارع وطرق ضيقة. تعرفين البلدات القديمة دائماً
عبارة عن زقاق وطرق ضيقة وملتوية. هذا الجمال والتنوع من خلال السباق وخلال مدرجات المشاهدين تلاحظين يعني زوايا رؤية متميزة جدا. حلو. طيب خلينا نحكي عن اهتمامكم بالتطوير العقاري، لماذا اخترتم هذا المجال كمهنة لكم؟ طبعا نشأ الاهتمام من خلال نشأتي أنا وعلاقة البيئة الطبيعية بالعمران. هذا التكامل وهذا الفهم تشكل لدي شغف بعلاقة العمران بالبيئة وبالطبيعة. هذا الشغف وهذا الإرادة يعني قادتني إلى الدخول في كلية العمارة، وبالتالي إلى الدخول في هذا المجال، نظرا لأن المملكة تعتبر يعني سوق ناشئ وواعد في مجال التطوير العقاري. فرص التطوير كبيرة على مستوى مناطق المملكة كافة نظرا للتنوع الجغرافي، وهذا الشيء اللي يحفز دائما الإنسان على أنه يدخل في هذا المجال لأن فرصه كبيرة وواسعة. أنت اليوم مدير عام أوماك العقارية، ما هي الخدمات التي تقدمها هذه الشركة؟ ما هي الاختصاصات المتنوعة والمشاريع التي تعملون عليها؟ شركة أوماك تقدم خدمات التطوير العقاري للقطاعات السكنية والتجارية. تحديدا المجال التجاري أو القطاع التجاري، اليوم للأسف المملكة العربية السعودية لا يوجد فيها مطورين عقاريين في المجال التجاري بشكل متميز. هي محاولات يعني ابتدأت من السنوات الأخيرة، ولكن السوق واعد وكبير. المشاريع التجارية تساهم في تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع، تخلق فرص وظيفية، تشكل الهوية البصرية والعمرانية للمدينة. هذا التنوع بالتالي يحقق عوائد استثمارية جيدة وآمنة للمستثمر أو للمطور العقاري. هذه أحد الأسباب. شو هي آخر الإجراءات اللي حصلت في قطاع السكني، الإجراءات الحكومية لآخر القرارات، وأنت لك تجربة في المشاريع السكنية؟ دعينا نستفيض شوي في موضوع المجال السكني. اليوم المجال السكني الطلب عالي جدا. الدولة الآن تستقطب الكثير من المشاريع والشركات للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وبالتالي نشأت فرص كثيرة، بالتالي يزداد حجم الطلب على السكن. أحد برامج الرؤية هي زيادة تملك المواطن للسكن ورفع نسبة التملك من 47% إلى 70%. كل هذه العوامل تؤدي إلى حاجة كبيرة لسوق السكن. التجربتنا جيدة ومتميزة في السوق العقاري في المجال السكني، ولا أدل من ذلك من استنساخ تجاربنا مع مطورين آخرين، وهذا يزيدنا يعني مسؤولية وتحفيز، وبالعكس يعني سوق منافسة جيد للجميع. أنصح كثير بالدخول في هذا المجال والاستثمار في القطاع السكني وتلبية حاجات الناس. سلسلة التطوير العقاري في المجال السكني سلسلة كبيرة، تبدأ من الوساطة العقارية إلى المكاتب الاستشارية والهندسية إلى التطوير العقاري إلى التنفيذ والإنشاء والتشييد. مجال صبو كبير. أنت صاحب مكتب عمر سعد المقرن للاستشارات الهندسية المعمارية، ليش اخترت أن يكون لديك مكتب خاص، وتحت اسم هذا المكتب ماذا يحصل من أعمال وتعاملات مع الناس؟ أنا عندي شغف في العمل الخاص من ما قبل المرحلة الجامعية، من أيام المرحلة الثانوية والمتوسطة، فبالتالي كان هذا امتداد لرغبتي وطموحي. انشأت المكتب تقريبا من 16 أو 17 سنة للعمل في قطاعات الاستثمارية والتجارية والهندسية مع الحكومة ومع القطاع الخاص. المكتب الهندسي يعمل في تصميم المشاريع السكنية والتجارية والعمرانية. أتكلم تحديدا عن المجالات العمرانية. اليوم برنامج جودة الحياة هو أحد الركائز والبرامج الرئيسية في الرؤية، في رؤية المملكة 2030. هذا البرنامج نشأ عن مشاريع كثيرة، مشاريع أنسنة المدن، مشاريع تطوير الساحات والميادين وممرات المشاة والجواد لتحقيق وتعزيز وتنمية البيئة العمرانية والفرد والمجتمع بما يعود عليهم يعني بالفائدة. تجربة هيئة تطوير المدينة المنورة في هذا المجال كبيرة ومشاريع متنوعة، ولله الحمد يعني من أبرز مشاريعنا اللي دخلناها في مجال العمراني هو تطوير جادة أحد، الرابطة ما بين المسجد النبوي الشريف وجبل أحد،
تطويرها عمرانيا بتطوير ممرات المشاة وممرات الدراجات وممرات المكفوفين وذوي الإعاقة، بالتشجير، بتطوير مسار للنقل العام، الباصات أو البي آر تي. هذه المشاريع جزء من مشاريع كبيرة تقودها هيئات ووزارات وأمانات حكومية على مستوى المدن كافة. تمام، كنتم بتنظيم عدة ندوات تتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ماذا تحقق من هذه الشراكة في عهد الملك سلمان اليوم؟ كانت محاولات تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي. اليوم ولله الحمد أطلق سمو ولي العهد حفظه الله برنامج شريك ما بين القطاع الحكومي وما بين الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية. هذا البرنامج مهم لتعزيز فرص التنمية وتسريع عجلة الاقتصاد السعودي. يطمح من هذا البرنامج بحول الله إلى خلق فرص وظيفية كثيرة، إلى تعزيز واستدامة نمو الاقتصاد السعودي. أحد مستهدفات هذا البرنامج هو رفع الناتج، مساهمة الناتج المحلي بإذن الله خلال 3 سنوات أو 4 سنوات القادمة إلى 2 تريليون ريال سعودي. هذا البرنامج سيستقطب بحول الله شركات واستثمارات كبرى من خارج المملكة إلى داخل المملكة العربية السعودية بإذن الله. هذه إحدى أهم مشاريع سمو ولي العهد اللي حكى عنها في آخر مقابلة. طيب، ماذا تحقق على صعيد تكامل الأداء بين المكاتب الهندسية بالسعودية والجهات الحكومية؟ سبق أن عملنا في الغرفة التجارية بالرياض ممثلة بلجنة المكاتب الهندسية كأعضاء على توحيد الجهود ما بين القطاع البلدي وقطاع الخدمات ممثل في قطاع في شركة الكهرباء السعودية وشركة المياه والشركات الخدمية الأخرى، على توحيد الإجراءات وتعزيزها بما يضمن استدامة استثمار القطاع الخاص والشركات وتسريع عجلة التنمية داخل المدن. كيف برأيك اختلفت التشريعات والقوانين والأنظمة بعد رؤية 2030؟ هل يمكن أن نجري مقارنة بسيطة؟ نعم، لا شك التشريعات كانت قبل الرؤية اللي أطلقت عام 2016 كانت كل جهة حكومية تعمل بمنع عن الجهة الأخرى، وكل جهة حكومية لها تشريعاتها وأنظمتها التي قد تتعارض مع جهات ووزارات أخرى. اليوم بعد إطلاق الرؤية كان هناك مثل ما تفضل سمو ولي العهد حفظه الله بوجود مركز للدولة يربط ويجمع هذه الجهات والوزارات تحت تشريعات وتنظيمات مشتركة تخدم القطاع الخاص. على سبيل المثال للحصر، اليوم الشركات الناشئة والجديدة تدعمها الدولة باسترداد الرسوم الحكومية خلال السنوات الأولى لتأسيسها. اليوم على سبيل المثال أنشأت الدولة عدة منصات حكومية لتسريع إجراءات التراخيص، على سبيل المثال برنامج وافي للبيع على الخارطة، منصة إتمام. هذه المنصة تجمع جميع الخدمات الحكومية في منصة واحدة للمستثمر، بحيث أنه يراجع جهة واحدة تلبي كل احتياجاته من الخدمات البلدية والكهرباء والمياه وجميع الخدمات كلها. هذه المنصات وهذه البرامج تدعم عملية الاستثمار وعملية التطوير بشكل عام وتسرع في نفس الوقت، وتعتمد الشفافية أيضا، هذا أهم شيء. صحيح. ما هي قراءتكم لمشروع ذا لاين من الناحية الهندسية؟ مشروع ذا لاين هو سابقة نوعية صراحة في المشاريع الهندسية، وهذا فخر لكل معماري وهذا طموح كل معماري. اليوم مشروع ذا لاين متميز ومتفرد في مجال التخطيط والتصميم. مشروع ذا لاين يعني على سبيل المثال ما راح يكون فيه أي انبعاثات كربونية في هذا المشروع، راح يكون صديق للإنسان، راح تستخدم التقنية والذكاء الاصطناعي في جميع مرافق وعناصر هالمشروع، في وسائل النقل وفي البنية التحتية. يجب أن يكون هذا المشروع مثال يحتذى فيه من المكاتب الهندسية، يجب أن يكون طموح المكاتب الهندسية مثل هذا المشروع أو الوصول إلى ما حول هذا المشروع من خدمات وتقنيات يعني متميزة.
برسالتك للمعماريين قلت قد يستغني بعض الناس عن الذهاب للطبيب المحامي أو أي مهنة أخرى أو العمل والتجارة، لكن لن يستغني الناس عن المعماري، فهو الخطوة الأولى للسكن، المستشفى، المكتب، المسجد، المحل، جميع مناحي الحياة، ويجب أن يعي العميل والمعماري أن يكون المسكن موجه للمستخدم أولا وأخيرا. بما كانت تلك المناسبة، هل كان هناك مشكلة ما حتى تطرقت إلى هذا الكلام؟ لا، هي مهنة العمارة هي زي أي مهنة أخرى، مثل الطب، مثل المحاماة، مثل أي مهنة أخرى، ولكن لا تمارس المهن الأخرى إلا من خلال مبنى معماري. هذا المبنى المعماري يقوده المعماري نفسه، يجب أن يعي العميل نفسه والمالك والمعماري نفسه أن هذا المبنى سيحقق لابد أن يحقق يعني استخدام أمثل وجيد. اليوم كثير من المكاتب الهندسية تصمم مشاريع مكتبية ومشاريع سكنية ومشاريع دراسية ومشاريع سكنية كذلك. هذه المشاريع لابد أن تلائم حاجة الإنسان، حاجة الإنسان من ناحية السلامة، من ناحية تحقيق فراغ وظيفي آمن، فراغ وظيفي معيشي يحقق الوظيفة التي أنشئ من أجلها. المعماري هو الخطوة الأولى للمسجد، هو الخطوة الأولى لتنفيذ المبنى، هو الخطوة الأولى لتنفيذ المستشفى. لا نغفل دور المهن والتخصصات والمجالات الأخرى، أهمية لها أهمية كبيرة تفوق المعماري، ولكن المعماري يجب أن يعي هذه المسؤولية، هي مسؤولية كبيرة جدا على المعماري. قديش هنا تبرز أهمية التصميم المعماري في مراعاة البيئة أو التغير المناخي اللي اليوم المملكة العربية السعودية تهتم بهذا الشأن بشكل كبير؟ المملكة العربية السعودية على سبيل المثال قارة في التنوع المناخي، فيها السهل، فيها الجبل، فيها المنطقة الباردة المعتدلة الجافة الرطبة على السواحل. المعماري يجب أن يدرس ويحلل الجغرافيا، المكان، جغرافيا المكان، سلوك وأنماط المستهلكين، البيئة المناخية لهذا المكان، بحيث يتعامل معها في التصميم المعماري، في توجيه المبنى، في الفتحات، في الفراغات الداخلية. المصمم المعماري مثل ما ذكرت قبل قليل أن عليه مسؤولية كبيرة، هذه المسؤولية يجب أن يستحضرها أثناء التصميم. لما تصمم مشروع في أعلى الجبل في منطقة باردة عكس لما تصمم مشروع على الساحل رطب، يجب استخدام عناصر معمارية ملائمة لهذا المكان، لهذه الجغرافيا، لهذا المناخ، لهذا التاريخ، لهذه الثقافة. صحيح. ثقافة المجتمعات اليوم في المملكة العربية السعودية مختلفة من جنوبها لشمالها وشرقها لغربها. كل هذه العوامل لابد أن يراعيها المعماري، فلذلك التصميم المعماري له أهمية كبيرة جدا ومؤثرة على سلوك الناس أستاذ عمر، واستخدامه. نعم، أنت رائد من رواد التصميم يعني المعماريين في المملكة العربية السعودية، ماذا تتوجه إلى، كيف تتوجه لي أو بنصيحة لمن يريد أن يخوض هذا الغمار؟ تحديدا المكاتب الهندسية اليوم الحمد لله نشوف مكاتب وشباب كثير في هذا المجال دخلوا هذا المجال. لا شك أول شيء دراسة المشروع نفسه واحتياجات العميل، فهم احتياجات العميل أيا كان، ودراسة المشروع نفسه ومتطلباته، هذه نقطة أساسية للانطلاق في تصميم المشروع. اليوم السوق كبير والسوق مفتوح وواعد، المجالات كلها مفتوحة في مجال المكاتب الهندسية، في مجال التطوير العقاري، في مجال الإنشاء. أنصح بشدة مع وجود هذه التشريعات الجديدة والتنظيمات المحفزة الدخول في القطاع الخاص وإنشاء الشركات والاستثمار فيها. أنا أشكرك المهندس عمر بن سعد المكرن، شكرا جزيلا لوجودك معنا في برنامج ذروة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حياك الله.